ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله يكون كويس. النهارده هنبدا سلسله جديده. السلسله دي انا سميتها اعرف نفسك. ليه انا اخترت الموضوع ده وعايز اتكلم فيه؟ لازم اتكلم شويه على ايه هدف الفيديوهات والسلاسل اللي انا بعملها لكم دي. لما ننظر للمجتمع حوالينا بنلاقي فيه عده مشاكل. مشكله كبيره اللي هي مشكلة العلاقات وأزمتها، الاستقرار النفسي للإنسان، فكرة عدم الاستقرار العاطفي بيؤدي إلى عدم الاستقرار في بقية أنماط الحياة، دايما في إحساس بالحزن، دايما الإرادة بتبقى مشلولة، دايما في إحساس إن مهما الإنسان أنجز فهو دائما يبحث عن حاجة تانية مش موجودة مفتقدها، الوجع اللي الناس عايشة فيه، الألم والحسرة اللي في ناس كتير عايشة فيهم، العجز على اتخاذ قرارات، العجز على مواجهة مشاكل، العجز على الثورة على أوضاع خاطئة. كان لازم نتكلم على أزمة العلاقات، كان لازم نتكلم على أزمة الحب، كان لازم نتكلم على أزمة الزواج، كان لازم نتكلم على الأزمة العاطفية دي. وبعدين وأنا شغال في هذه السلسلة لقيت إن في مشكلة لازم برضو نتكلم فيها عشان نمارس الحب والاستقرار في الحياة العاطفية والاستقرار في العلاقات. لازم يبقى في نوع من أنواع الاستقرار النفسي والارتقاء الروحي. لازم، ما ينفعش إنسان لسه لم يرتقي في حياته، معرفش المعاني ولم يعيها جيدا، إنه يستطيع أن يكون في علاقة سليمة. ومن هنا جات لي الفكرة إن احنا نبدأ السلسلة التانية اللي هي كانت كيف نرتقي، وإحنا لسه شغالين فيها. وأنا بعمل لكم كيف نرتقي، بيجي لي ردود وبيجي لي مناقشات ونقعد نتكلم، فلقيت إن في حاجة أخرى لسه برضو لازم نتكلم فيها وباستفاضة. لقيت إن الإنسان عايز يرتقي، لقيت ان الناس عايزة فعلا حياتها تبقى افضل، لكنه عنده مشكلة كبيرة جدا، انه مش عارف نفسه، مش عارف يفك اللغز اللي جواه، مش عارف يفك رموز النفسية بتاعته، مش عارف يفهم ايه المشكلة اللي جواه، ايه هدفه، ايه مصيره، وعايز يفهم حياته دي متمحورة حوالين ايه، ازاي ردود افعاله دي بتترجم ايه جوه نفسيته، الناس اللي حواليه وطريقة تعامله معاهم ازاي، يفهم كل تصرف وكل موقف وكل كلمة كانت نابعة من ايه وهدفها ايه وايه الصدى بتاعها جواه. فده خلاني افكر في السلسلة دي اسمها اعرف نفسك. السلسلة دي هيبقى فيها جزء كبير فلسفي، جزء كبير علمي، هحاول انقل لكم وبسط كتير من العلم اللي بيدرس نفسية الإنسان وبيدرس ردود أفعاله وبيدرس أنماط شخصيته وبيدرس عيوب الشخصيات وبيدرس كيفية التعامل مع الأحداث وتفسير ردود أفعال الإنسان عند كل موقف. هتفرق قوي إن الإنسان يقدر يقرأ نفسه، هيعرف كتير، هيعرف يقرأ الكتاب اللي مكتوب جواه، هيقدر يفهم هدفه إيه من الدنيا، تكليفه إيه في الحياة، مواهبه إيه، يستغلها إزاي، ايه المطلوب منه. اللي عايز يؤمن بقانون الصدفة يؤمن، لكن احنا لا نؤمن بقانون الصدفة لانه شيء لا يتبع العقل والمنطق. لو انت هتقول ان الانسان جه هنا صدفة وبيعيش حياة زي اي كائن، يبقى انت مش قادر تفهم معادلة الكون ماشية ازاي، مش قادر تفهم ان الموضوع اكبر بكتير من صدفة تحصل وتخلص. هذا الوعي وهذا الاحساس وهذا الادراك الكوني اللي موجود جوه هذا الانسان استحالة يبقى صدفة، واستحالة ما يبقاش لي هدف، واستحالة كل إنسان فيكو ما يبقاش لي تكليف في هذه الدنيا وليه مصير هيمشي فيه لو قدر يقرأ اللي جواه وقدر يستخدم المقومات اللي عنده لكي يصل إلى هذا الهدف وبالتالي يحقق التكليف. ده هدف السلسلة دي هنبدأها مع بعض، أتمنى أن هي تكون مفيدة. إن شاء الله أنا محضر لكم مواضيع مهمة ومبسطها على قدر الإمكان، ودايما هقول لكم نصايح، دايما هنفك رموز، دايما هنعرف كتير قوي عن نفسنا وعن الناس اللي بنحبها وعن الناس اللي احنا عايشين معها. دعواتكم وإن شاء الله تكون مفيدة للكل. خدوا بالكم من نفسكم ونكمل الكلام مرة تانية إن شاء الله.